ضايع، العب على الضايع. ممكن ممكن فول فول فول. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. ضيفي ونجم النهارده محمد طارق، لاعب الزمالك ولاعب حديثا الى الزمالك. ازيك يا حماده؟ كابتن سيف، الاخبار؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله كويس؟ كله تمام. بتاخد الاولمبي بيعمل ايه؟ اه الحمد لله. التجربه كانت ايه؟ كويسه جدا طبعا. كويسه جدا جدا. كان طموحاتك فيها ايه؟ والله هناخد ميداليه. وايه اللي حصل؟ اه الحمد لله، يعني حاولنا بس وصلنا يعني مكانه كويسه، يعني حاولنا نوصل سيمي فاينل، فدي حاجه كويسه لينا. كانت قريبه؟ طبعا كانت قريبه جدا. كلكم رحتوا البطوله دي باحلام انك تبقى خطوه في حته تانية؟ والله كانت بطوله كانت هتغير حياتنا كلنا طبعا. تعبنا سنتين طبعا في بطوله افريقيا في الاول، بعد كده ما صعدنا الاولمبياد طبعا حلمنا، والراجل كمان كان حلمه اللي هو يجيب ميداليه، بس الحمد لله يعني حاولنا ان احنا نجيب ميداليه لمصر ونفرح الجمهور واحنا واهالينا، بس الحمد لله يعني تعبنا في البطوله، وكل واحد كان شايف اللي هو يعمل حاجه لبلده ولنفسه كمان اللي هيجي له عرض احتراف يحترف، بس الحمد لله يعني. ماتش المغرب كان صعب؟ والله هو طبعا يعني فرقه المغرب فرقه محترمه، احنا خرجنا من ماتش فرنسا محبطين طبعا، يعني كان فاضل 8 دقايق و9 فاينل، احنا كنا بنموت طبعا بنعد الثواني، يعني اتخيل بقى حضرتك كنت بتتفرج والموضوع كان صعب، احنا جوه الموضوع، فبالنسبه لنا احنا بعد الماتش ده المعنويات كانت صفر بصراحه. اه طبعا اللي احنا نخسر خلاص هنصعد فاينل و 8 دقايق ونصعد فاينل، دي كانت بالنسبه لنا كانت صعبه قدام منتخب فرنسا مستضيف، قدام جمهور كان كتير جدا، فالموضوع بالنسبه لنا اللي هو انتوا تشفقوا نفسكم يعني حاولنا، كانت صعبه، حاولنا بس الموضوع يعني خد مننا وقت، قعدنا نفكر كتير ان احنا زماننا دلوقتي في فاينل، بس نزلنا كابتن نني طبعا اتكلم معانا وبعد الماتش على طول، وتاني يوم كان بيحاول طبعا يخرجنا من الحته اللي احنا فيها، ان احنا هنركز في ماتش المغرب، ونازلين ماتش المغرب مركزين، لكن ظروف ماتش ظروف ماتش ظروف ماتش. كنا من وجهه نظرك كنا كويسين في ماتش المغرب ولا وحشين؟ في ماتش المغرب احنا ما كناش وحشين قوي، ما كناش وحشين قوي، وما كناش يعني مركزين قوي اللي هو 100% يعني، بس ده احنا نازلين كان تعب ذهني، مش مركزين، اللي احنا مش لا كنا عندنا نفس الشغل بتاعنا والمدرب اتكلم معانا ونازلين نشتغل نفس الشغل، وحتى ضيعنا هجمات في اول المباراه، لكن الجون جابوا جون بدري خطفونا، فالموضوع جه. انت كان ليك تصريح قلت احنا ما كناش وحشين بس هم راحوا 6 مرات ب6 اهداف. هي جت عفويه شويه، اللي انا ما كانش قصدي كده، انا قصدي يعني هم كانوا موفقين قوي قدامنا، احنا ما كناش موفقين خالص في المباراه، لكن الناس خدتها بطريقه تانية او انا وصلتها بطريقه غلط. ايه بقى انت وصلتها ازاي؟ اللي هو يعني هم جات لهم 6 فرص على الجون قلت كده، دخلوا جوان، يعني قصدي يعني اللي هو هم كانوا عندهم توفيق غير طبيعي في الاجوان، يعني في جون فاول يعني كره صعبه جدا، يعني لو اتعادلت مش هتيجي بنفس الدقه ونفس المكان اللي راحت فيه. ده اللي انا كان قصدي فيه، اللي هم كانوا موفقين جدا في المباراه دي. بس شايف من وجهه نظرك ان احنا الماتش ده لو اتعاد 1000 مره يخلص كده؟ لا طبعا ما يخلصش كده، واحنا نكسب كمان نكسب المنتخب المغربي. هل في فروقات فعلا بينهم وبينك كبير؟ لا طبعا مفيش اي فروقات، طب ما احنا قدام المغرب لعبنا فاينل، لعبنا ب 10 لعيبه، لعبنا 120 دقيقه وكسبونا بفاول برضو في الاخر، وقدام جمهورهم كله في ملعبه. فده مش مقياس، هو كان ظروف ماتش
واحنا بنتعلم يعني الحاجات دي اللي بتحصل لنا واحنا صغيرين، فدي حاجه كويسه لان احنا بنتعلم. بتحس بايه بعد مباراه زي كده؟ بيقول لك بص يا عم الكوره المغربيه فين والكوره المصريه فين، بص دول عاملين ازاي واحنا عاملين ازاي، بص مش عارف ايه، بص بص بص. لا لا طبعا بنزعل طبعا، احنا عندنا محترفين كتير، محمد صلاح ومكسر الدنيا وطبعا نجمنا الاول، وعندنا اكتر من حد، مصطفى محمد وعمر مرموش وتريزيجيه. لا احنا ناجحين، ما الكلام ده غلط جدا يعني. هما زي ما انا قلت هو ظروف ماتش، احنا لعبنا قدامهم فاينل كسبانين 1-0، اتطرد مننا واحد، اتعادلوا، لعبنا 120 دقيقه احنا ناقصين واحد، قدام منتخب مغربي نفس الناس، مفيش بس غير ثلاثه بس متغيرين، منهم حارس مرمى والفرود واشرف حكيمي. النني فرق معاكم كتير في المشوار ده؟ طبعا كابتن النني، يعني انا يعني من الناس اللي انا يعني شخصيا، في ناس كتير كانت بتتكلم على في مجموعه ما جاتش المنتخب والكلام ده وظروف يعني النادي ما جبتهمش المنتخب، بس انا بالنسبه لي يعني النني يعني كان لازم يبقى موجود بصراحه بره الملعب قبل جوه الملعب. لا هو فعلا احنا كنا فعلا هو مخلينا فرقه متماسكه جدا، كلامه معانا، اي حد بيحتاج حاجه بيلاقيها في ساعتها، بيتكلم مع الناس، بيبقى محتاج ان احنا نبقى مرتاحين او مركزين في الملعب، بس اي حاجه بره الملعب هو اللي بيتعامل كل حاجه، كان مخلينا فعلا يعني مركزين في الملعب بس. لا انني بصراحه فرق معانا، وزيزو فرق معانا جدا طبعا بصراحه، اتنين كبار وبصراحه زودونا كتير. زيزو بيتعامل ازاي مع النقد؟ يعني اول ماتشين ما كانش موفق جدا، فكان في انتقاد، ما يعني حسينا ان هو قافل ودنه، رجع وتألق بشكل كبير. زيزو يعني هو متعود، زيزو يعني زيزو في الحاجات دي هو لعيب كبير طبعا، ودماغه بصراحه حاجه بنتعلم منه كلنا. لا هو كانش بيتكلم خالص، حتى في الماتشين ده كان بيتكلم معانا اللي احنا لا هنكسب. الماتش الاولاني الناس انتقدته، الماتش الثاني كسبنا وكان بيموت نفسه، ماتش اسبانيا كان بيموت نفسه، الناس كلها كانت شايفه منظره كان عامل ازاي. لا زيزو كان فعلا كان على طول كلامه معانا اللي انا جاي هنا عشان اساعدكم ان انتوا تعملوا حاجه لنفسكم، يعني ما كانش بيفكر في اي حاجه اللي احنا نعمل حاجه لبلدنا ولينا احنا، هو كان شايفنا احنا قدامه، كان شايف حتى نفسه اللي هو يجي له عرض بره ويحترف، هو اكيد طبعا كان بيفكر في كده، بس كان اول حاجه عنده اللي هو انتوا المستقبل، انتوا اللي جايين، احنا عايزكم انتوا اكتر عدد منكم اللي هو يحترف بره، فهو كلامه معانا كان كله كده بصراحه. تسال انت عن الجون الثاني في ماتش فرنسا؟ في ماتش فرنسا؟ طبعا يعني نزلت في وقت صعب في المباراه، الناس بتقول ان انا ما عملتش جامب في الكوره، طبعا انا عارف ان انا غلطت وطبعا بتعلم الحاجات دي طبعا، لكن لو حد بص على الجون هيلاقي لما اللعيب طلع كان حاطط ايده على كتفي حجزني ان انا ما اطلعش، فانا ما طلعتش اللي هو انا مش قادر اعمل جامب، لا هو كان حاطط ايده عليا، اصلا لو رجع كان ممكن تحسب فاول، لو كان رجع للفار كان ممكن تحسب فاول، اللي حاطط ايده عليا وشددني من التيشيرت، فانا ما عرفتش اطلع معاه. بس هو لعبه كمان لعبه لما لعبه بالعرض طبعا اسقط على الجون طبعا. زعلت بعد اللقطه دي؟ طبعا زعلت كده، حسيت ان انا طبعا سبب من اسباب اللي احنا نخسر الماتش زي ده. مفيش لاعب سبب يعني، مجموعه سبب. لا بس طبعا اتحمل مسؤوليه الجون، وكان نفسي اللي انا اساعد المنتخب اكتر من كده اللي احنا نوصل فاينل، ولكن انا كان لي يكلمك بعدها؟ اتكلم معايا بايجابيه جدا، اللي هو ما كانش معايا على الجون خالص، اتكلم معايا عامه يعني، هو ماتش بعد الماتش اتكلم معايا على ماتش المغرب على طول. اللي هو انت هتبدا ماتش المغرب انا باثق فيك، انت لعبت معايا بطوله افريقيا كلها كامله، ما بتلعبش في النادي كتير انا عارف، بس انا واثق فيك وانت لعيب من اللعيبه المميزه ومن اللعيبه كباتن الفرقه، فانا دي فرصه لينا كلنا، وانت دايما معودني ان انت تظهر في المواقف دي، فركز وان شاء الله تقدر تساعدنا في ماتش المغرب ده اللي احنا نجيب ميداليه وكده. كلامه كله كان ما كانش على ماتش فرنسا خالص، هو ما بيتكلمش مع اي حد بيغلط، ما بيتكلمش على الماتش خلص، بيتكلم على الايجابيات بس. ركبك الثقه طبعا على طول طبعا، خطا زي ده وبيبتدي بيك الماتش اللي بعده طبعا. لا هو مدرب بصراحه ما بيسمعش لحد، هو قراراته من دماغه، وهو مدرب كبير بصراحه اتعلمت منه كتير جدا، وعلى طول كان كلامه معانا يعني انت وحسام لعبتوا بطوله افريقيا كامله، صعدنا لحد النهائي ما دخلش فينا ولا جون، بطوله كامله ما دخلش فينا ولا جون حتى بالماتشات الوديه، فكان كلامه ايجابي بصراحه معايا. ف بس عادل مصطفى مدرب محترم جدا كان بيتكلم معاك؟ طبعا بيتكلم معايا بكل ايجابيه، ومعلش اي حد بيحصل له ما بقاش موفق في مباراه،
راكز من المباراه اللي جايه على طول اللي واقف جنبي بصراحه كابتن عادل من الشخصيات المحترمه جدا لما اتشرف ان انا اتمرنت معاه. كان على طول كلامه معايا ايجابي برده وركز مع الفرقه وان شاء الله نكسب ماتش المغرب وانت اللي هتكسبنا. اللوك اللون بتاع الشعر ده من قبل فرنسا من عند فرنسا ولا بعد ما رجعت؟ لا قبل فرنسا. رايح انت بلون برضو يعني ايه قلت عشان اظبط واتلخبط مع الناس دي؟ لا هو كان قلت كان اختلاف يعني كان تغيير بس. ما انت على طول بتعمل كده ولا دي اول مره؟ لا دي اول مره. ما قلقتش بتاع قلت يعني خطوه؟ لا بالعكس ده لما رحت هناك زيزو اتكلم معايا قاعد يقول لي كان مستغرب يعني شكل لون شعري وكده فقعد يهزر معايا بس يقول لي قال لك ايه بقى؟ ايه اللون اللي انت عامله ده؟ قلت له ايه؟ فقعدت قلت له تغيير وكده يمكن ربنا يكرمنا. فبعد بعد ما كسبنا اسبانيا قال لي بقى اللون كان ابيض كان رمادي كده فاصفر قال لي اللون باظ بقى غيره. قال لي ولا بس ما تغيروش خليها ماشيه زي ما هي ماشيه على وضعنا ظبطته بس اشتغلت عليه هناك ولا سبته زي ما هو؟ لا بس سبته زي ما هو. طب وانت راجع بقى في الوان ثانيه ولا؟ لا تمام كده خلاص هرجعه اشوف تاني مفيش خلص الموضوع. لا خلاص. تجربتك مع المصري كانت تجربه كويسه؟ والله ما كانتش احسن حاجه يعني في يعني كابتن علي طبعا مدرب كبير مدرب محترم لكن وإدارة المصري طبعا انا بشكرهم جدا بشكر مستر كامل طبعا من الناس الشخصيات اللي تحب تتعامل معاها ودكتور موسى طبعا لا الناس بصراحه بتاعت المصري ناس جميله بصراحه تحب انت تتعامل معاهم وكان نفسي اقدم حاجه للنادي المصري لكن الظروف هناك ما ساعدتنيش طبعا كنتش موافق خالص في النادي المصري وده ممكن يكون اثر عليا بشكل كبير في المنتخب لان انا ما كنتش بلعب اخر فتره فبس يعني هي حاجه سلبيه بالنسبه لي بس انا بتعلم يعني الحاجات دي انا بشوفها بالنسبه لي اللي هو انا بجربها في حياتي ومن صغري. هل انت حسيت ان انت بعد كده الاعراض تشترط اللعب يعني في اعراض كتير حتى النادي لما يجي يعير لاعب يامنه مع نادي يقول نسبه مشاركه معينه؟ في ناس بتعمل كده بس انا الزمالك ما عملش كده. انا قبل ما اروح لمصر كنت بلعب انا في الزمالك لعبت 4 ماتشات قبل ما امشي من 5 ماتشات في الدوري ولعبت ماتشين في افريقيا. طب انا مشيت ليه اذا كان انا بلعب في الزمالك؟ انا الفتره بقى الاخيره دي كانت من بعد ماتش المصري اللي احنا لعبنا خسرنا 1-0 بعدها لقيت يعني الجهاز الفني الفضل اللي انا اخرج اعاره رحت المنتخب بعد الماتش المصري رجعت لقيتهم بيتكلموا معايا ان انا اطلع سنه اعاره العب فيها اكتر عشان الاولمبيات الفتره الجايه ممكن ما تشاركش بصفه اساسيه لان كنت بلعب باك رايت كان في موجود عمر جابر كان ماشي كويس جدا فهم كانوا بيفكروا ان انا اطلع العب عشان خاطر المنتخب. طلعت على ان انا العب المنتخب اخترت النادي المصري كابتن علي كلمني في التليفون وبصراحه كان مرحب جدا ان انا ابقى موجود الفتره دي في النادي المصري ورحت على ان العب في النادي المصري ويعني ما مشيتش معايا احسن حاجه يعني ممكن ده ممكن يكون قرار مش قرار غلط ان انا رحت المصري النادي المصري نادي كبير اي حد يتشرف ان يلعب في النادي المصري. ما كنتش بتكلم مع كابتن علي مثلا ايه اللي ناقصني عشان العب ايه المشكله؟ كنت بتكلم معاه يعني كنت بتكلم معاه كتير يعني انا كان اول لما رحت لعبت ماتش الجونه كنت كويس بعد كده لعبت ماتش سموحه كنت كويس جدا لعبت ماتش زد غلطت يعني كنت كويس ماشي كويس في المباراه لكن غلطت في الجون الاول يعني برجع كره لجاد كده بوش رجلي فوقفت تحت رجلي فراحت بطيئه شويه فدخل الجون يعني اتلعبت بالعرض ودخل الجون. من بعد الماتش ده بقى هو شايف ان انا لسه قدامي عايز اشتغل شويه قاعد يقول لي اثبت لي ان نسيني بقى الغلط اللي انت غلطته دوت في التمرين اتمرنت كويس بعدها رحت المنتخب على طول عملت ماتش في المنتخب كان ماتش الامارات عملت ماتش يعني من الماتشات اللي انا بحب اتفرج عليها لنفسي ماتش الامارات لعبت ورجعت بقى مرجعت بقى من ساعتها حسيت حتى لما كنت راجع لاعب في المنتخب عامل ماتش كويس لما رجعت لقيت الموضوع بعيد بس ف حسيت هي دي بس فمن بعدها بقى الناس دي مش كويسه اللي في الكنترول يعني بتقول اللقطه اللي انت مش عايزها وهم جايبها لك. لا مش كده والله العظيم انا هدي نفوس لما تطلع تستلمهم بره بس والله انا الحاجات دي انا بتفرج على الناس اللي انا بتعلم منها والله يعني الحاجات دي حاجات ايجابيه ليا مش سلبيه خالص ولا انا بتضايق منها لما اخد الحاجات دي وانا صغير بكتسب خبرات طبعا الفتره الجايه انا شايف ان انا اتعلمت كتير الفتره اللي فاتت. هل انت جاهز للزمالك دلوقتي ولا محتاج خطوه ثانيه بره؟ انا شايف ان انا لو رجعت الزمالك الفتره دي انا رجعت يعني اتكلمت مع الناس والناس اتكلمت معايا
حتى الناس هم بيكلموا معايا بيقولوا مصلحتك احنا عايزين انت عايز تشوف انت عايز تعمل ايه واحنا معاك. انا اتكلمت معاهم ان انا اطلع ان انا احب ان اطلع عرا، وكابتن عبد الواحد قال لي انا كاخوك الكبير بفضل ان انت تطلع عرا سنه كمان تكسر الدنيا تلعب اكتر ترجع النادي تلعب وتبقى موجود. اخذ راي مستر جوميز قال له خلاص اتفضل يطلع عرا. انا دلوقتي رجعت النادي بتكلم مع الناس اللي انا هطلع عرا نادي كمان يعني ان انا العب بقى فتره كبيره. اقرب لك فين؟ البنك؟ لا سيراميكا؟ يعني ما تبقى رسمي شويه بس حاجات من يعني نادي جماهيري ولا نادي عادي من غير ما في نادي جماهيري وفي في انديه عاديه. نادي جماهيري سكندري ولا عادي؟ لا احسن لك الجماهيري ولا نادي الشركات؟ انا يعني انا طالع في نادي الزمالك يعني فمتعود على الجمهور والانتقادات وكده، لكن انا محتاج ان انا اطلع العب نادي جمهور نادي شركات المهم ان انا اطلع العب. انا بالنسبه للجمهور ما عنديش اي مشكله خالص. ما بتفكرش انك تلعب وسط سكواد كبير فالفرقه تبقى لا طبعا وشي. طبعا بفكر طبعا وبفكر ان انا العب كل مع لعيبه تشيلني واشيلها ونشيل النادي كمان اللي انا اضيف للنادي، مش انا اروح اعدي اللي انا اعلي مستواي بس عشان ارجع النادي بتاعي، لا انا رايح اضيف للنادي اللي انا رايحه وان شاء الله اختار الحاجه الانسب ليا يعني المره دي بقى محتاج ان انا اقعد شويه افكر. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل يكون محمد طارق فكر رايح على فين ونقول لكم بعد الفاصل. نرجع بقى مع محمد طارق ونكمل حديثنا. هل انت شفت في المرحله دي الافيد ليك انك تطلع بره سنه زي ما كابتن عبد الواحد قال لك الفتره الحاليه؟ شايف ان انت يعني دايما كنا زمان اللعيب اللي يرجع الاهلي والزمالك ده حتى لو تاني تالت خناقه بس انا البس التيشيرت واخش. دلوقتي بقى اللعيب عايز يلعب، يعني لما اجي اللعيب مثلا بيقول اكمل في الحته اللي انا العب فيها، ايه اللي اتغير؟ انا احب طبعا افضل في نادي الزمالك طبعا، اي حد شرف لي اللي هو يفضل في نادي الزمالك، لكن انا عايز ابقى في الزمالك ليا دور اللي انا اساعد الفرقه اللي هناخد بطولات، مش اللي انا اقعد دكه. وطبعا يعني لعيبه كبيره موجوده فطبعا منافسه شريفه، لكن انا شايف ان انا اطلع سنه العب فيها اكتر ارجع النادي اكسر الدنيا وافيد النادي في الفتره الجايه بس. ده كل الموضوع. جمهور الزمالك دايما بيسال امتى الزمالك يرجع؟ لا الزمالك دايما موجود، لكن هي مشاكل بتحصل لاي نادي، لكن الزمالك نادي كبير نادي جماهيري مفيش كلام، بس جمهور الزمالك اللي وقف ورا فرقته كتير ده جمهور كبير وعظيم وخلاص عايز انه يوصل لمرحله انا نافس على بطولات، انا اخش في السنه اخد بطولتين ثلاثه السنه دي ان شاء الله، يعني من بدايه ماتش السوبر ان شاء الله يعني الزمالك قادر ان هو يكسب. مسافه قريبه بينه وبين الاهلي وبينه وبين بيراميدز؟ اكيد طبعا، نادي الزمالك دايما في المنافسه. مباراه السوبر تبقى البدايه، مباراه السوبر طبعا. زعلت على الزمالك في الدوري؟ طبعا، يعني ما كانش احسن حاجه، بدانا وحش، لكن الفتره الجايه ان شاء الله تبقى فتره كويسه ويبقى في استقرار اكتر من كده. يعني شايف ان جوميز كان ممكن برضه يكمل بشكل افضل من كده بدل الدفع بكميه ناشئين دي مره واحده فالنتائج تروح منه كده؟ هو شايف هي فعلا في مشكله طبعا في الدوري المصري طبعا، اللي هو الدوري مكمل معاك لحد دلوقتي، دي مشكله اللعبه ما بتريحش. احنا بقالنا اكتر من سنتين او ثلاثه اللعبه ما بتريحش، اللعبه موجوده بتلعب وبنلعب في افريقيا. انا كنت موجود وحضرت الموضوع ده، كان اول مره بقى يحصل لي الموقف ده اللي انا ما اخدش اجازه ودوري ورا دوري في افريقيا على طول، حتى ما بخلص الدوري بتلعب الدوري 32 في افريقيا على طول فما بتريحش. حتى رحنا السعوديه لعبنا بطوله عربيه فما ريحناش مع سوريا، فالموضوع كان صعب، كان محتاجه فعلا اللعبه كان محتاجه انها تريح. لكن انت عندك مباراه زي مباراه رايح الجيش كان ممكن ترجع 2-3 يبقى موجودين في مباراه زي دي. انك طبعا الجمهور كان محتاج بطوله، اللعبه الموجوده طبعا كان في ايديها اللي المباراه ما كانت كنا كسبانين، لكن برضو اللي حصل يعني هو فضل دماغه اللي هو فضل شويه لعيبه الزمالك تريح. الروح يعني ممكن تعمل افضل ما عندك وتخسر ماشي، لكن حتى مباراه الطلائع روح الفرقه نفسها كانت هاديه قوي، يعني ما كانش فيه حس الفرقه ماسكه في الماتش، اللعيبه ماسكه في الماتش عارفه تيشيرت الزمالك انا بلعب فريق الزمالك هطلع افضل ما عندي.
هو طبعا، لا هو طبعا اي حد يلعب في نادي الزمالك لازم طبعا يموت نفسه. المباراة ما كل يعني لسه لعيبة شباب بياخدوا خبرات طبعا، اكيد الماتش ده اتعلموا منه كتير. في لعيبة كانوا موجودين طبعا، اسطورة شيكابالا كان موجود في المباراة طبعا لحد دلوقتي وبيأدي وبيكسر الدنيا وكان بيشيل الفرقة. لكن هي مباراة تحس ان اللعيبة تعبانة، لعيبة مع لعيبة شباب، فالموضوع ما ادى الموضوع يعني. كانت مباراة ظروف ماتش برضو، نادي ترعى الجيش برضو نادي مش وحش، لا منظومه كبيره ومحترمه طبعا، نحترم الجميع. بالظبط انا بتكلم على الزمالك ان يعني خلاص ان جمهوره مستني دايما الروح، مستني دايما الجرينده العاليه، ان اللعيب يبقى في الملعب يموت نفسه. اه زي ما بقول لحضرتك محتاجين بس خبرات، بس كلهم لعيبه شباب فمحتاجين ان هم الخبرات اكتر. وان شاء الله يعني ماتشات زي دي السنه الجايه تلاقي 2 3 لعيبه من الصغيرين دول موجودين مع الفرقه الفتره الجايه وتلاقيهم بيشيلوا الفرقه كمان. زي مين؟ يعني في عجب محمد سيد لعيب كويس قوي، في ايشو طبعا وشفناه كتير مع اوسوريو، في اكتر من حد مش عايز انسى حد يعني. في الشناوي الجون لعب ماتشات صعبه وادى فيها، في احمد مجدي السردويك، في اكتر من حد يعني. ومين يقدر يشيل الزمالك دلوقتي؟ دلوقتي؟ اه لا في لعيبه كتير يعني، في موجود زيزو وشيكا ودونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد وناصر ماهر وموجود الونشي طبعا. لا الفرقه الحاليه دلوقتي كلها تشيل فرقه كبيره، اسامي كبيره طبعا طبعا. والفتره الجايه يعني زي ما قلت لحضرتك البدايه تبقى ماتش السوبر، هتتفاجئ من حضرتك، هتشوف الزمالك فعلا. الزمالك محتاج صفقات من وجهه نظرك؟ اه محتاج، اكيد محتاج انه يدعم الفترة الجاية مع الناس الموجودة، هيعلي طبعا الفرقة أكتر. محتاج طبعا، محتاج صفقات. أكتر مركز الزمالك محتاجه إيه؟ أكتر مركز يعني الزمالك محتاج باك ليفت. باك ليفت. باك ليفت لسه جايب باك ليفت مع موجود. عمر جابر مع أحمد محمود دلوقتي رجع. ممكن مدافع تاني مع حسام ومسلوسي والونش والزناري. تبقى حاجة كويسة، حارس مرمى كمان. عندك قلب دلوقتي تقول له جوميز جربني؟ طبعا فعلا طبعا. كنت مستني لما ارجع من الاولمبياد يقول لك تعالى. انا زعلت يعني برضو في نفس الوقت، يعني بقول كل حاجه الحمد لله يعني، واللي انا طبعا كلها تحديات بالنسبه لي. لكن انا اول لما رجعت يعني كنت مستني ان الراجل يقول انه ينزل معايا التمرين اشوفه، لكن هو فضل اللي هو من بره كده اطلع عار تاني. ممكن هو اتفرج على البطوله مثلا، شاف اللي انا محتاج شويه كمان. طبعا انا بحترم قراره، ولكن انا طبعا اقول له طبعا يجربني دلوقتي واشيل الفرقه كمان. هل 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 انت من جواك عايز تقول له يعني بكره تتفرج عليا وتندم؟ لا مش يندم، هو يعني على فكره دي ظاهره صحيه عادي. هو لازم يندم عشان يرجعك. هو طبعا هقول له طبعا اتفرج عليا الفتره الجايه، والفتره الجايه بالنسبه لي تلاقي لحد يترجم له كلمه يندم دي، فاهم قصدي؟ فتفرقع في وشك. انا الفكره كلها ان انا بس يعني فتره يعني مع نفسي يعني، انا كده الفتره الجايه دي تحدي صعب مع نفسي. بعد فتره ما كنتش موفق قوي، الفتره الجايه بالنسبه لي تحدي صعب ان انا فعلا هثبت للناس ان دلوقتي الناس كلها بتنتقدني وكلها بتنزل حاجات سلبيه. انا طبعا الحاجات دي والله العظيم الحاجات دي مش بتزعلني اكتر من ان هي بتديني. اصل اي حد بينجح لازم يعدي بمراحل زي دي، مفيش حد بينجح اللي هو كل الدنيا كلها وردي. مين افضل لعيب في مكانك دوري مصر؟ في مصر حاليا يعني انا بالنسبه لي مثلا الاعلى الونش. لكن الفتره اللي فاتت دي الونش ما كانش موجود، هو بصراحه عبد المنعم. طبعا عبد المنعم طبعا سوبر. عبد المنعم طبعا. اتمنى له يا رب ان شاء الله كل التوفيق لي وليك ان شاء الله. كولر زي ما محمد قال كده لازم ياخد اجازه، موسم بيلحم في موسم في موسم. كولر بقى ملوش دعوه بالقصه دي، قال لك انا سيستم اجازه اجازه، عايز نجاح عايز بطولات لازم تاخد اجازه عشان افصل. اخد طقم العجل وعلى سويسرا وطلع على الجبل زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هو والعيله كلها. طقم عجل اتاجر وعلى طول، وبعت رساله لمين؟ يعني هو على العجل وبتاع وجو شاعري وجو حلو، قال لك انا في سويسرا في احلى مكان في العالم، في اهدى مكان، في جو نقي جدا. ولكن ينسى حبايبه، ينسى اللي في القلب؟ لا، بعت لهم رساله. مين دول؟ جمهور نادي الزمالك. قال لهم انا بشحن وراجع لكم، اجازه قصيره وراجع.
ناخد البطولات، جمهور الاهلي انا اسف مش جمهور الزمالك. فقال لي بعت لمين؟ بعت لجمهور الاهلي. قال لهم ايه؟ انا راجع لكم، انا راجع لكم، باخد اجازه بسيطه، هدنه بسيطه وارجع. عمرك ما هتفضل تاخد بطولات زي ما قال محمد طارق دلوقتي من غير اجازه، من غير ما تشحن طاقتك تاني وترجع تاني. الناس بره بتاخد اجازه بتفصل لانها بتزهق من الكوره. النهارده كولر بيدي مثال، بيوجه رساله، قال لهم انا بعد البطولات القصه دي انا راجع لكم، نبدا مشوار تاني من الطموح والاحلام. ما كانش يقدر يعمل كده من غير اجازه. نتمنى له ان شاء الله يا رب اجازه سعيده هو واسرته بالكامل، وكل التوفيق، ويرجع ان شاء الله باذن الله يكسر الدنيا مع النادي الاهلي. نطلع فاصل وارجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع تاني مع نجمنا محمد طارق. شايف ازاي النهارده المشهد بتاع كابتن حسام حسن؟ معسكر المنتخب الوطني بيبدا النهارده، 6 لعيبه بس بينضموا. طبعا المنظر مش حلو خالص، مش عارف ايه السبب بصراحه، لكن في انديه يعني مقرره ان هي تودي اللعيبه بتاعتها يوم 1/9، وبعتين جواب كده كان المفروض يعني لو هو عايز يبدا بدري كان يبقى عامل حسابه ان الفرقه كلها تبقى موجوده، مش هيبقوا موجودين يبقى يبدا 1/9. انا كنت شايف كده يعني، بس اللي يحصل النهارده مرن 6 لعيبه بس، فدي صعبه يعني. الفتره الجايه فتره مهمه، وطبعا بتلعب ساعه كاس عالم صعبه، وقاعد بقى هو كمان يعني على باب الله، يعني هيجي له 2 بكره 3 بعده. طبعا منظر مش حلو خالص لمنتخب مصر، فاتمنى يعني الفتره الجايه، لا محتاج الموضوع يبقى الاتحاد حتى يعني يساعد في الموضوع ده. لو الانديه عايزه تلتزم بالاجنده الدوليه بقى في المواعيد المحدده، يبقى يتفقوا مع الجهاز الفني في المواعيد المحدده. عايز يبدا بدري عن كده يبقى يكون منسق مع كل الانديه طبعا. طيب عندنا لعبه سريعه كده بنلعبها مع بعض اسمها اشارات المرور، هنعرضها وتقول لي دي تقولها لمين. تمام. او اول واحده كده تقول لمين، اهو تجاوزت السرعه، تقول لمين؟ تجاوزت السرعه ممكن احمد عيد. احمد عيد. ليه؟ احمد عيد ما شاء الله ما شاء الله يعني. بيجري حد بيهبط في الاعلانات. لا ما شاء الله عليه يعني، سريع جدا ما شاء الله. ما شاء الله. طب اللي بعد تقولي مين يربط حزام الامان؟ حزام الامان ممكن انا عشان لسه متعلم السواقه قريب. انت فعلا؟ ربنا. بس بقى لك قد ايه؟ يعني بقى لي كده داخل 6 شهور. ربنا يسترها عليك ان شاء الله. اربط بقى. اللي بعد تقول مين قدامك مطب صناعي؟ ممكن كابتن علي ماهر. مش ازمه بس هو قدامه مطب يعني، فالفتره الجايه محتاج ان هو داخل على افريقيا. محتاج ان هو يأدي فيها كويس جدا، بيلعب نادي جماهيري ومحتاجين ان هم ياخدوا بطوله او يوصلوا ابعد مكان في البطوله دي. والماتش اللي فات بتاع الكاس ده فكان قدامه فرصه انه يصعد فاينل، فالفتره الجايه هتبقى صعبه بالنسبه له، ولكن هو مدرب محترم وهيقدر يدير الدنيا يعني هناك في المصري. و ان شاء الله فترة جاية كل التوفيق لعلي ماهر ان شاء الله. اللي بعده ممنوع العودة للخلف، ما تعملش يوتيرن. ممنوع العودة للخلف ممكن ابراهيم عادل. ابراهيم عادل يعني يفكر بقى ان هو يطلع بره يحترف. ان الفرصة بتيجي مرة واحدة، والفترة دي ما ترجعش تاني. طبعا الفرصة بتيجي مرة واحدة، وجاي له أندية كبيرة في أوروبا، فلا محتاج ان هو يطلع فضل. صح، اجابه طبعا. كويسه. تقول لمين لف ورجع يعمل يوتيرن؟ الشيخ السنه اللي فاتت. ايش ورجع؟ ماشي غلط يعني؟ واحد تقول له لف ورجع، كان ماشي كويس والدنيا دربكت. ماشي كويس والدنيا دربكت. لا مش مرش حد، مش شايف حد. مش مستوى لعيب، مستوى فريق، مستوى حكم، مستوى نادي، شايف انه كان فيه افضل؟ مستوى لعيب، مستوى نادي، لا مش عارف. مش عارف. لا مش عايز تقولها لحد يعني؟ نادي كان بياخد بطولات مثلا، ما بقاش بياخد، عايزه يرجع تاني للبطولات، لعيب بتاع؟ لا ما قلناش لحد. مفيش، نعديها. تقول لي مين يلزم حارتك؟ بص في ورقتك.
بص هو مش الزم حارتك يعني. هو انا بفكر اللي هو انا ممكن اقولها لزيزو، بس طريقه تانية اللي هو ما تبصش لاي عروض في الفتره دي، خليك في الزمالك ان فعلا الجمهور محتاج ان انت تفضل موجود في الفتره دي. ومتهيألي هو طلع وقال لي يعني هو هيبقى مكمل، لان فعلا الفتره دي محتاجه زيزو يبقى موجود. الفتره الجايه فتره صعبه. قريت التويته بتاعته؟ طبعا. وكنت كنت تتمنى ان تبقى بالعربي ولا عادي؟ معرفش هو كان هو قصدها ازاي يعني، بس اكيد يعني زي حالاتي انت. ممكن تبقى بالعربي يعني عادي افضل، صح؟ بس هو ممكن يكون عاملها عادي يعني، مش قصده حاجه بيها يعني. ساعات حابب انزل صور يعني بنكتب عليها بالانجليزي، فعادي. ايوه بس بنكتب الحاجات اللي هو جود لك مش عارف ايه، لكن انا بكتب تويتر بالكامل اكتبها بالعربي يسهل علينا. ما اعرفش ان هو فيها، بس هو سعاديه يعني، مش شايفها حاجه، مش فيش مشكله. ما فيش مشكله، بس انا بقوله يعني يكمل في الزمالك الفتره دي، لان الجمهور فعلا محتاج اللي هو يبقى موجود ويساعد الفرقه، لان زيزو بشكل كبير طبعا اثر على الفرقه طبعا. ان شاء الله. شرفتنا يا محمد. حبيبي يا كابتن، انا شرف ليا. اتمنى لك كل التوفيق يا رب. عايز بس في اخر الحلقه بس اشكر والدي ووالدتي واخواتي. الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه عليهم طبعا، زي ما حكيت لحضرتك في الفاصل، لكن الفتره الجايه انا بوعدهم يعني، وبوعد الجمهور ان انا الفتره الجايه الصوره اللي بتنزل لي بالسلب الفتره الجايه تنزل لي بس بحاجه ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله جمد قلبك كده وقول ما يهمكش. وهتقول لجوميز انت في يوم من الايام هتقول انك ندمت ان انت ما ضمتنيش. ان شاء الله. هتقول له ايه؟ طبعا هثبت له طبعا كده. مش قادر تقول له ندمت. السنه الجايه اكون موجود في الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك وتكسر الدنيا وتحقق كل احلامك يا رب. ان شاء الله باذن الله. خلصنا حلقتنا مع محمد طارق، بشكره شكرا جزيلا، اتمنى له يا رب كل التوفيق ان شاء الله في خطوته يكسر الدنيا بره ويرجع الزمالك ويرجع المنتخب الاول وينفذ او يحقق كل احلامه. بشكركم شكرا جزيلا، اشوفكم بكره ان شاء الله على الف خير.